الميكروفون الآن بصحبة الزميل إسلام الملاح. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. صدق الله العظيم. الحمد لله. الحمد لله فتح باب التوبة للمذنبين، ووعد بحسن العاقبة للصادقين. أحمده سبحانه وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا وقت العارفين، وقت الذاكرين، وقت الشاكرين، وقت القائمين، وقت الراكعين الساجدين. هذا وقت الفجر، وما أدراك ما وقت الفجر. وقت تتنزل فيه الرحمات والبركات، وقت نقترن فيه أكثر فأكثر من رب الأرض والسماوات. وقد فضلنا ربنا تبارك وتعالى، نحن إذاعة جمهورية مصر العربية، بنعمة إحياء هذا الوقت الطيب المبارك، وقت السحر. كل ليلة نحييه بتلاوة القرآن الكريم في ختمات متعاقبة، ودعاء وابتهال وذكر، يأخذ بنا في جو روحاني إلى أذان فجر جديد. فيا له من فضل، ويا لها من نعمة من الله سبحانه، نسأله ألا يحرمنا منها، وأن يتقبل منا صالح عملنا. تحية طيبة لحضراتكم من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، حيث نتنسم معكم نسمات فجر جديد. وما أحلى وأجمل من أن تتناغم نسمات فجرنا هذا مع صوت لطالما أمتع مستمعيه، ليس في مصر وحدها بل في شتى ربوع المعمورة، ليصل بتلاوته لكتاب الله إلى القلوب دون حائل، فيصل المعنى ويعلو كلام الله المعجز. القارئ الشيخ أحمد أحمد نعينع، أحد كبار قراء القرآن الكريم في مصر والعالم، تفضل شيخنا وأمتع مستمعيك حصريا عبر أثير الإذاعة المصرية بما يتيسر لكم من سور الانشقاق والبروج والطارق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم
بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود. النار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ذلك الفوز الكبير.
إن بطش ربك لشديد. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب. والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما ما الطارق؟ النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. وما كما الطارق؟ النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ.
فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه قادر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت
مالا لبها أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا متربة ثم كان من الذين آمنوا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم الفاتحة